انا عندي الوالد هنا خدام من السيل عن قديم، والناس القريعه كاملين كيعرفوك يحترموك يبغيو القريعه كامله، والناس لحد الان باقا كتجي كتعزيني. الوالد ديالي توفى الله يرحمه، وانا ما بقيتش كنجي ديك الايامات الاخرى، عندي وليدي صغير عنده عمليه ما كنجيش. دابا ملي جا راجلي وليت نقول يجي هنا تخدم، ملي وليت نجي الكاميو تستغلوا الفرصه هنايا. كاينين شي مول كاميو والناس كيقول لي راجلي حيد، كيقول لي تعال اخويا ترزق الله، وكاينين شي وحدين ما كيبغيوش يحيدوا ليه، وكيبداو يعايروا فيه بالشتم والسبه الهضره الخايبه. وانا ملي كنجي كيقول لي سيري جري طوالك، ما عندك ما تصوري، اجي نعبروا معاك شنو عاطيك الجماعه، شحال عاطيك 10 متر خذي 10 متر دير. وانا كندير انا اش غنوكل ولادي، راجلي توا ما خدام ما والو، راه جاي معايا من تونس توا مخلي عائلته. ابا وريقاتي الحمد لله كنخلص شهر بشهره. ما لقي مشكل لا مع البوليس لا مع الجماعه لا مع حتى شي واحد، الحمد لله الناس كلشي عارفيني برخصتي وعارفيني خدام، كلشي الناس كتبغينا هنايا وعارفين با انا قديم، وهاد الناس انا ديما معاهم في مشكل، فين ما نجي نحط البلاي كنبغي نخدم ينوضوا لي مالي الكاميوات، ماشي كلهم غير شي وحدين. وملي كيدير معايا شي مول كاميو مشكل كنقول يمشي نوقع عند البوليس، كيبقى هو معايا هو بوحدو، كنمشي انا عند البوليس نبغي ندير شي كاين شي حاجه كيبقى يطلب فيا صافي اختي انا غنحيد لك. وعاود الغد لي ثاني ملي كنجي نخدم كيوقفوا لي ناس اخرين كتحشموا كيحيدوا. وصلنا عند رجال الامن ومشيت لدومارس باغي نمشي تما ديك الراجل كان معايا في الطاكسي، هو الطاكسي حاضر شاد طاكسي حمر، بقى كيطلب فيا قال لي صافي بنيتي انا غنمشي في حالي. قلت لي انت بحال الوالد راه حشوم عليك، جا راجلي قال لك بغيت نخدم حيد لي من البلاصه، يعني راه ماشي شادينا صحه، راه حنا بوريقاتنا كنترزقوا الله، راه عيب انت راجل كبير وكتشتم با الشتم با ميت وتسب وتسب لي راجلي وتسبني انا، علاش اخويا التقصير؟ هيت ما نطلب فيكم ونزاوق فيكم شحال من مره، راه شحال من مره وصلت معاهم البوليس شحال من مره، ما عرفت وكون عا شاده صح راه البصره، يعني راه المخزن عاطيها لي، راه الجماعه رئيس الجماعه عاطيني البلاصه انا كنخدم فيها، يعني با قديم فيها، ملي مات با بقيت انا خدام، واش نجيب الوالده ديالي مراه كبيره مسكينه اللوحانه تخدم كي غندير؟ يعني انا خدامه على ميمتي وعندي جوج وليدات وراجلي تا هو راه تا هو الشوم ما خدام ما ردام، يعني هذه بلايصه كنترزقوا من الله. عاده كنهيئ الله صورنا في الخدمه كتكون السبت والحد، واليوم الاخر على اللي كاين، يعني ما نزيدش شي حاجه من عندي، والقرعه كلها شاهده، كلشي كيعرفوني هنا. ما بغيت ما دخل حيدوا لي بلايصين ترزق مع الناس اخرين. ها هو السيد كيعرف با تقريبا، ها هو كيعرف با 60 عام 60 عام وكيعرف با، ها هو هاد البلاصه كعارفه ديال من هاد البلاصه ديال التامر الله يرحمه. وعارفه هاد البلاصه يعني انا ما جيتش وقفت فيها. نعم تدوي معاه ما تيحيدوش لها ماشي شي واحد انا دراها وسادة ماشي غير اليوم وراه سوري ماشي ولد بلاد تونسي. شحال من مره كنبكيهم وكيشوفوني دري كنبكي عليهم شحال من مره. ها انتم خليكم واقفين شويه والو ما كيحنوش فيه. انا بغيت ما بغيت من لا عاده ولا والو، عاملين نجي لبلايصتي يخلوني نخدم في بلايصتي ما يتهجموش عليا كاملين، يعني هادشي اللي دايرين لي راه ماشي معقول، راه ما كاينش حقره في البلاد، هما يترزقوا الله وانا نترزق الله، عاطيني جماعه بلاصتي نخدم فيها، حيدوا لي بلاصتي، ما قلت حتى شي حاجه دلعيب، اما نجيت عندهم يسبوني وكل مره يعايروا فيه، كاينين ناس مزيانين كيتعاملوا معايا وكاينين ناس خايبين، الناس كيشوفوني كيقول لي بنيتي ترزق الله سيري الله يسهل عليك، وناس اش غنقول لك راه الشتم بالهضره الخايبه، راهم ناس كبار، وكيبدا يطلب فيك ويقول لي صافي انا غنمشي بحالي وكنحشم كنقول بحال بوك كنرجع. يعني صافي كنقول ما عطيناش شي متر واش بزاف 40 متر 40 متر ويديروا لها 40 متر ديالها وغتخدم فيها وغتمشي بحالاتها راه غن بعد خطره كتخدم مع السبت والحد انت اليوم الاثنين انت السوق راه كيدير المكين حتى واحد خاوي كتخدم هي السبت والحد ما كاين ما يدار 40 متر ما فهم باركي الحمد لله دخل بلاصتي هنا يرموك ما كاينش اللي يدوي معاك ما كاينش اللي يدوي معاك باش يجيو عندنا الناس شوف خويا دوي علينا وزي علينا عطينا 40 متر وخلونا 40 متر ديالها ومنا ليها صافي رزقها وما عطينا ولا قانوني ماشي سافره صافي والله يعاون ما كاين لا صداع لا والو نترزق على وليداتي نترزق الله قلت له خويا حيد صايب واحد حيد وزوز الاخرين قال لك خويا قال لك انا ما نحيدلكش قلت له علاش ما تحيدليش؟ قال لي انا غادي نجيب لك جماعه يضربوك وما نعرف شنو ويمشي معايا عند البوليس وانا نخلص، قلت له حتى مرتي تخلص معناها بلاصتها هذه عطوها بلاصتها عطوها الميتراج نتاعها باش تاخذ ترزقوا فيه الله. قال لك لا اخويا امشي معايا عند البوليس، مشينا عند البوليس قال لك جيب الرخص نتاعكم ويجوا، كان انت عندك الحق تاخذ بلاصتك ما عندكش الحق
اخويا خلاهم يترزقوا هما زاد وريتهم كي جبنا الرخص قالوا سيروا لدو مارس كي مشى هو مارتي ولا يطلب فيها في التاكسي وهو سامحي لي وغادي نحيد وما رجع لهنا قال ما غاديش نحيد وانا عندي السكر ولا شنو وغادي باش نرمي عليكم روحي وما غاديش نحيد انا عندي السكر نرمي عليك روحي وندير كل مره علاش اخويا علاش الظلم معناها قال لك انت براني ما تخدمش واحد يجي يوخر لي على الماطر واحد يجي يوخر لي على الماطر يقول لك قال لي نعمبو المغرب اللي قبلتك انت ومثالك مالي انا مشني عربي بحالي بحالك مشني مسلم انا علاش كيدير لك مشى هو مرتي زاد عند البوليس وبدا يبوس لها في رجليها علاش والله العظيم خويا علاش الظلم والتعدي هذا الكل انت ترزق على اولادك وانا ما نترزقش على اولادي انا باغي اخويا نخدم والعباد الكل تشهد معناها كان واحد انا كان درت حاجه خايبه كان خارج على القانون ما يسالش اما انا جاي لهنا بلاصه مرتي بوراقه واحد ما عندها الحق زاد باش تخدم تمشي تعطي الفلوس من جيبها هي ما خاصها تخدم باش تعطي الفلوس للجماعه ماشي غير نجيب الهضره من عندي وانا هاد البلاصه هادي صافي وليت كان بنبات نحلم بالمشاكل وليت تمشي الصباح شادني الرعب وليت خايفه من عباد الله وليت خايفه من الكاميو اللي ضاربني شي واحد قاتلني على ولادي ودابا هو راجع عيط لي الصباح قال لي جيب الوراق وهبط خليت ولدي صغير يلاه دايره لي العمليه عندي ولدي دايره لي عمليه هنايا زاد عنده الشفه الارنبيه طالب لي ثاني عمليه ندير لي فلها طلب لي في كلينيك 12 مليون وانا درت لها في الجمعيه بقى لي وحده اخرى يسر وصافي خويا الله يهدي ما خلق وصافي ها كيشوفوا فيا انا مراه والجماعه صافي قالوا لي ان شاء الله حنا غنجيو باش نهضروا معاهم راه هادشي اللي كيديروا فيه ماشي معقول صافي بنتي سيري كوني هاني يعني راه عيب حشوم ولكن تبقى واقف من 4 الصباح حتى 8 د العشيه راه ماشي واش ندير وليداتي انا نمشي نطلب نمشي نبرك في فيروج راجلي حتى واش يدير ما فهمتش الناس بغاو يحيدوا لي البلاصه بزز لا حيد لي المخزن وحيد لي القانون حيد مني على الراس اه والله سيدي تنعيد مني شي اللي جا القانون بالمخزن والناس ديال الجماعه قول لي حيدي من هنا نحيد هادشي اللي كنطلب انايا تعاون معايا وتوقف معايا وتهضر مع هاد الناس اللي بعدهم مني يفوتوني عليهم هما كيسمعوا حتى هما كاملين انا ما اديتهم ما درت لهم حتى شي حاجه ها هو هاد الناس كاملين عمرني اديتك اخويا سي عبد الله ها هو معاه ها هو السيد عنده كامل